امتى كل بيت مصري يطمئن على منظومة التعليم في مصر؟ اللي يطمننا دايما على اي حاجة ان احنا نشوف نتيجة ملموسة قدام عينينا نحسها اي حاجة في حياتنا. يعني احنا يمكن في خامة الرئيس لما في دورة ولايته الاولى لما اتكلم عن مشاريع عملاقة في فترة زمنية بصيح استغربنا وتخضينا ايه الحيازات، شفنا لقينا قدام عينينا المشهد واضح بيتعمل بالفعل. فالتجربة دي ان يتقال فكر والتنفيذ على ارض الواقع تشوفه بعينيك يطمنك. هنطمئن على منظومة التعليم مردود ليها. من عيوب شوف بقى هو ميزة بس لازم نقول عليه عيب العملية التعليمية ان مردودها تجده بعد فترة زمنية طويلة على الاقل نقول 10-12 سنة. ليه؟ هبدأ من كيجي 1 لغايه ما سلمك الطالب في ثانويه عامه. احنا بدانا دلوقتي طبعا اولى وثانيه وثالثه وداخلين في رابعه خلاص كي جي 1 وكي جي يعني حضانه واحد واثنين واولى وثانيه وثالثه. يعني اسمح لي الاجيال الحاليه مش هتشوف نتيجه التعليم الحالي يا فندم، بس احنا عاوزين نطمن على الاجيال القادمه. اه يعني مش هنستفيد منه حاجه. لا هنستفيد، انك هيستفيد ده جايز. اه انك هيستفيد مخلف معايا كارما هتستفيد ان شاء الله. النقطه بس مهمه جدا برضو، وانا احنا في زيارتنا للمدارس الحكوميه جوه بلاد باكرور من 3 أسابيع تقريبا، اللافت انتباهي بقى ايه؟ مش المعلم بس اللي اتدرب، مش المعلم اتدرب، لا طفل صغير اعتقد في اولى اثنين ابتدائي بيقدم مشروع عمله في مدرسه اللواء سامح سفر يزن، انا اتذكر اسم المدرسه اهو، بيقدم مشروع عمله لمعالي وزاره اللواء والتعليم. طبعا بنقدم مشروع كده بنقول ده فيها كذا وفيها كذا ودي دايره كهربائيه، ممكن يكون حافظ واحنا بنمثل تعالى يا ابني لما الوزير يجي حط المشروع ده قدامه عشان تبان ان انت فاهم. هنا طبعا يعني الموضوع ما يعديش كده، الوزير ساله اسئله واحنا سالناه اسئله، الواد يرد في اولى وثانيه ابتدائي يعني فاهم. هنا يا استاذ محمود نقطه خطيره جدا جدا جدا، انك تخلق طفل فاهم وبيعمل ايه، بيطبق اللي بيدرسه، هي تطبيقية المنهج بتاعي. انا لما منهجي هقعد اذاكر 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 وما اطبقش في مجتمعي، طز في المنهج ده، طز في المنهج ده. المنهج المناسب والقوي هو المنهج اللي احنا لنا قدرة على تطبيقه في المجتمع. يعني احنا بنتكلم في العلوم على احترام البيئة واحترام الزراعة واحترام مصادر الطاقة واحترام المية عندنا، لازم في مجتمعنا نحافظ على قطرة المية، واحنا حاليا حاسين يعني ايه قطرة مية من المشاكل اللي موجودة الخارجية. ان شاء الله ربنا ينصرنا على كل اللي يفكر يمس مصر بأي حاجة سلبية، ولكن انا بتكلم احنا في المدرسة بنتعلم ده، عايزين دايما عندنا كمية روح تطبيق ده بقى، مش نعلمه للولاد بس. عشان يحدث حالة تعلم حقيقية لازم الطفل اللي بيقراه يعرف يطبقه.